بعد تحقيق الاكتفاء المحلي، مجمع تحكوت يضع استراتيجية لاقتحام السوق الإفريقية بتصدير السيارات المصنعة محليا. عرض آخر الموديلات وقطع غيار مختلف الماركات، سواء تلك التي ينتجها المجمع أو حتى علامات أخرى، صنعت الاستثناء في المعرض الدولي للمناولة الذي يقام في سافاكس. مجمع تحكوت يصنع الاستثناء مرة ثانية باعتماد استراتيجية تصنيع تعتمد أساسا على تغطية كاملة للسوق الوطنية في إنتاج السيارات. المجمع وبعد تحقيق الاكتفاء الداخلي يفكر جديا في اقتحام الأسواق الأفريقية خاصة المجاورة منها بتصدير جميع أنواع السيارات المصنعة محليا. نرد الطلب الجزائري، طلب السوق الجزائرية، ورام كاينين بزاف علامات، 5 ولا 6 علامات رام ديجا ينتجوا في الجزائر، يركبوا السيارات في الجزائر. دابور نريبونديو لهذا الطلب، ومن بعد بمرحلة كمرحلة ثانية إن شاء الله نجوزوا للتصدير للدول الإفريقية وشبه شبه صحراوية قريبة للحدود الجزائرية. مجمع تحكوت الداعم للإنتاج الوطني يضمن أيضا قطع غيار لجميع علامات السيارات المصنعة محليا، سواء تلك المنتجة من قبل المجمع أو حتى العلامات التجارية الأخرى، بداية من القطع البلاستيكية وصولا لأجهزة الراديو الرقمية المتطورة. عرضنا العلامات تاع لي كومبوزون دو بياس دو روشانج اللي نظمها وخلق ودارها الجروب تحكوت. اولا عندنا شركه مولتريكس، هي شركه اللي تخدم لي زيكرون تاكتيل بور توت لي مارك اوتوموبيل. نقدروا نخدموا بور لي مارك، بور لا مارك سوزوكي ولا مارك هونداي، ميم لي زوتر مارك اوتوموبيل. سي اون برودكسيون الجيريان وراهم في شراكه معنا مع المجمع تحكوت. عندنا شركه واحده اخرى اللي هي شركه اللي تخدم لي بلاكيت دو فرا بور با موان دو 22 مارك ديفيرونت اي بلوس دون سنتين دو موديل، نقدروا نخدموا لهم لي بلاكيت دو فرا. عندنا شركه واحده اخرى تخدم لي سياج، وعندنا شركه تخدم لي لوبريفيون اوتوموبيل. هادو ما كاع تابعين المجمع تحكوت اللي يخدموا هنا في الجزائر، اللي رانا نعرضوهم على العلامات تاعنا دابور تاع المجمع وعلامات واحد اخرين اللي راهم اكزيستون هنايا في المارشي الجزائريين. وعندنا ثاني شركات واحد اخرين راهم في طور الانجاز. عندنا شركه رايحه تخدم لي كابلوري، لا كابلوري الكتريك تاع كاع لي فيكول اونتر اوتر لي فيسو. وعندنا شركه واحد اخرى رايحه تخدم ميم لي فار اي لي فو اريير. مشاركة مجمع تحكوت في المعرض الدولي للمناولة صنع الاستثناء بعرض جميع منتجاته، بداية بآخر موديلات السيارات المصنعة محليا، وصولا إلى قطع الغيار ذات الجودة العالية والعالمية.